هي ديت كوميتا لينكس، بشراود كاتم من قدام، اصدار 22/2022، جديدة لم تستعمل بخزان، هي اسمها بي سي بي، بتتشحن بمنفاخ او بخزان اللي هو الغطس، والخزان الغطسي طبعا احسن واوفر. البندقية دي اسباني كوميتا لينكس، ليها خزنة فيها 13 رشة. لو شفنا هنا على محفور عليها وعلى الخشب ده الأبانوس. البندقية ليها حزام ممكن تتشال على الكتف، وده الشنطة بتاعتها. بندقية أسباني ليها العداد بتاعها، والسوكت ده بيتركب له هنا المكان دوت، بيتركب له الواير اللي هو الخرطوم، بيوصل بالمنفاخ او بيتوصل بالخزان. البندقية دي لم تستعمل، يعني جديدة نوفي، مفيش حد استعملها قبل كده. وده الكاتم قدام، ده بيتشال بيتخلع. هنا من الناحية التانية دي المخدة بتاعتها او الدبشك، ده بيترفع وبيتعلق بالانكيه. وهنا الدراع التعمير ده، وهنا زرار الامان. بندقية كوميتا لينكس اسباني جديدة للبيع. وفي معاها كمان في تلسكوب للبيع كوميت، ما استعملش برضو جديد، وعلبتين راش اكزيت برضو. العلبة 500 رشاية، رشاية بجنيه، في علبتين. وفي نوع تاني من الرش، في نظارة ليه، في السبيد بوينت، وفي كمان تلسكوب. ده الجراب بتاعها، وده الحزام.